صوت المعاناة يعلو أسوار الباب الجنوب لولاية الجزائر، بلدية براق تستاغيث، والفريق يسمع صوتها ويلبي النداء لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. من داك تغيضني يا عمري، نقول علاش حنايا ماشي كيما الناس، علاش حنا ربي حرم علينا هاد العفسه؟ من بعد نقول الحمد لله الدولة أكثر شدة في ربي. ظروف مأساوية قاهرة تحلق فوق رؤوس عائلة خيثر، ألم أنين ومعاناة تنخر عظام عائلة بأكملها، والتعبير عن كل هكذا مأساة صعب يثقل كاهل كل من يعيش في نفس الموقف، فلا يسعك قول إلا ما يقولونه، الشدة في الله. والبرد يلبس بيهم غير أنا يا. فراد تخلص تقضي لهم ولا تخدم باش تبني ولا ما كاش، يجا شعري تكتر غير ريفي طايمة وتريسيتي وغاز. يا جد أمشي في العربي في ربي بصحة الحمد لله تاكتا ولكتا كيشغل كيتشوف ماشي مية مناش تطلع عليها غير كنكون مع ماما وبابا بزاف. عمود العائلة ألا وهي الأم تعرضت 5 مرات لحروق بالغة، رب البيت لا يقوى حتى على الرجوع إلى عرينه هروبا من ظروف قاسية أرهقت نفسيته، فكل هذا بحد ذاته معاناة. هل يقولي قعدوا ليه نقعد هاني نخدم خلوني قولوا كان طحن ماشي لي فونو شاعل نفونش ما كان شاعل هاني نخدم معن برك كان فونو شاعل دارتو ما صدقش هذاك الفرق البلا لازم ندير لها عمليه. وعبد الرحمن واش يخدم باباك؟ حساس يبات لتماك على خويا. ما يباتش معاك؟ يبات لتماك تبات في يبات في الخدمه. عارن سقفه من البلاستيك وجدرانه من الحطب والقزدير وأرضيته من الإسمنت، هو منزل عائلة تتكون من 5 أفراد، والغريب من ذلك صغر مساحته التي لا تستوعب أكثر من 2 فقر حرمان ومعاناة هي حالة عائلة خيثر. شحال عندكم وانتم عايشين في هذيك الجهة اللي ريبتوها؟ 4 سنين. وانتم تما؟ بهذيك ال كنا ساكنين هكذا في الباش. في الباش هكذا؟ في الباش مش حاجة واحد في بيت وكوزينة. بيت وكوزينة بين 6 4 دراري كيما رانا 4 دراري 5 في 5 في شومبرا. داك بحاجة صغيرة نبدلوها من داك نغطو كل شكونك و عندنا دار. ما عليش كون زعفانه نبكي وحدي مي هادوك ما يكونوش ياكل هدا ما كان. المهم ماما ما تطيحش هدا ما كان، بابا ما يباتش برا يبات معانا، هداك تاني كيف كيف ما يحش بالك العبسه ديك اللي ناقصاتو. وهذه كانت تما صغيرة تربت كيما قال دوك برك اللي راهي تما واقفة مع يماها وطيب لها، ما تخليهاش كاع طيب، ما تخليهاش تخرج كاع من الدار، هي اللي تسيق هي كلش. راك خايب مسؤولية فوق يا سانا فوق لازم راك خايب مسؤولية فوق اللازم، وخاوتك كي تشوفهم هكذا محال انك تقدر انت تخليهم، محال انه انا نقدر نخليهم.
شوف خويا بإذن الله تعالى نعاونكم إن شاء الله يا رب. بإذن الله فاطمة، بإذن الله نعاونكم. الشدة في الله هي التي أسعدتكم وسوف تسعدكم في القريب العاجل بإذن الرب عز وجل، فصبركم صبرا جميلا إن شاء الله. شوف جل شونتي شاف 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 قال لنا نجيب المهبول تاع حمزة ونجي. شفت لا لو فينا قايتك واش كاين، هزينا بوكو بلوس لي بروبليم اللي كاين تما، بزاف لي بروبليم خرجنا ان شاء الله في يوتيوب تمتم رابيد خدمنا له صارنا معها. والسؤال اللي نطرحه لكم لي جان، اسكو نقدر نتكا عليكم لي جان؟ راه هادي يا كامل يد في اليد يا كامل كامل كامل. يا خويا العزيز يا خويا العزيز الله يسترك. شوف هاي البيطون المليح هذا بعثه لنا يا خويا العزيز، بعث لنا البيطون المليح هذا اقرب وقت، بعث لنا البيطون خلينا نضل. مصحة الأسنان دونتيا تستقبل الفريق بابتسامة خير، حيث تأخذ مها متابعة عمر وأخته في التداوي على مستوى هذه الأخيرة. السلام عليكم. سلام حاج رضي الله عنك. ناس الحميز اه صاحبي، هذه هي لا ليست كومبليت تاع برق. ماشي مشكل. الأجواء مشحونة بحب العمل وكذا التطوع، فالكل يؤدي في عمله على أكمل وجه، وكذلك الجيران كان عنوانهم الجود والكرم. الله يبارك الله يبارك، ما خليتنا والو خويا العزيز. أهلا بك، وش حوالك؟ ما خليت والو خو، هذا بيبيارة. سخاء الجيران وسخاء خالتي ناجية وعائلتها ليس له حدود، فهم لم يكتفوا فقط بفتح الأبواب للفريق. وصول الخرسانة من شركة إخربين دائما إلى الورشة بعد وضع كل اللمسات الأخيرة وبداية عملية تغطية السقف، فعملية وضع السقف الثاني تليه سهرة جميلة وممتعة مع يوسف وأصدقائه، فالفرحة عنوان هذه القعدة. دخول عدد لا بأس به من البنائين لبداية عملهم في الطابق الثاني، فكل واحد منهم منغمس في عمله وكذا التركيز على إتقانه بغرض إسعاد هذه العائلة. نصر كيفاش تقدر تعاوننا صاحبي العزيز؟ انت واش تخدم؟ توسكي دريسينغ كويزين دريسينغ كويزين ارموار ارموار قول والله مام لي زارموار. شوف يا اخو هنايا راك تشوف بين بيليا بين بيليا عندك ميتر راه تشوف شحال كاين؟ 225 ارموار شابه خفيفه لهنايا، هذه راح نقصوا لها شويه الطاقه هذه باش يكونوا دو لي لهنا خلاص. ها ولا كولور نشوفوا مع الديكوراتريس كيفاش نديرها اون كونتاكت معك. السلام عليكم. سي يزيد. سي يزيد. مرحبا بك. زين الغالي واش راكم؟ لاباس. جينا جينا شدينا فارغين خويا. شوف شوف والله جزت على برقي باسكو رانا في الشونطي تاع برقي. جزت على برقي حبسني واحد الباتيشي يقول لي والله يا نعيم ما تروح منا اذا دي الفال، وانا جاي لعندك قلت والله ما ناكلها غير حتى نروح عندي الخصم. هاي خويا هاي شوف شوف شنو هذا شوف شنو هذا والله باين لي نحبك خويا العزيز. باين لي نحبك. مرحبا بك خويا. حنا حبيت نسقسيك برك، انا كشاب حبيت نولي ريبريزونتو تاع السانديكو، واش لازم؟ امر سهل يعني، اتصل مع الاداره تاعنا هنا في بلخالي في بجايه هنا ولا في بجايه، يبعثوا الاداره من الاداره ان شاء الله يستقبلوا بها. احنا ماذا بينا نزيدوا الموكلين موزعين باش حاجه. شحال موزع دوك؟ وكفى نورمال الترب الوطني رانا موزعين بيان، رانا فايتين 30 ولا 40 ما شاء الله، مي مازال حبينا نزيدو نوسعو ونزيد نقربو اكثر للزبون يعني باش هكذا المشتري وين يروح يلقى سانديكو ان شاء الله امامه ان شاء الله. على الاقل اموا زوج حوانت في كل ولايه، كي تكون ولايه صغيره. نعم
كل ما تكون الولايه كبيره كل ما تطلب يعني يكون توزيع اكثر ويكون يعني موجودين يعني في الولايه هذيك باش هكذا الكليون ما يحوش كاين يحب يشري سانديكو يلقاها امامه. هذه الخطره راح تطلب اكثر من سلعه لانه درنا ريتشوسي بريمير ايطاج. الله يكبر. علاش درنا ريتشوسي بريمير ايطاج؟ لان المساحه تاع ريتشوسي صغيره فيها 75 ولا 80 متر. 80 متر هما 6 عباد ولا اكثر دونك كيفاش راح تلمهم في دار صغيره. دونك على بها درنا لهم ريتشوسي بريمير ايطاج. ربي يقدرنا مع ناس الخير كيما انتم انه بنينا لهم دار جديد، وربي يقدرنا مع سانديكو ومع يزيد انه نصبغوا لهم الدار باتم. هذا المنبر يعني واش بروفيت ثاني باش نقول لك يعطيك الصحه مع هذا الوباء هذا واش خلاه كامل، وانتم مازلتوا الله يبارك فيكم تخدموا. قلت لي ما حبسش كامل لا كونفيرمون والو اخويا يعطيك الصحه ربي يقويك ربي يقوي ان شاء الله يد في اليد هذا ما كان ربي يكون ثاني في العون باش نعاونوكم ان شاء الله ربي يحفظنا والناس الخير ثاني يهديهم ان شاء الله باش يجيو ثاني يزيد ربي يقدر الصحه مرحبا بكم. دونك لي جون الله يرحم والديكم نبداو بلوندوي. ديجا عندنا اكثر من 50 شكاره تاع لوندوي راح تاكلها. لوندوي فيكساتور الفينيل لي فينيسيون هادو كاع يديك لا مدام سلمي لا ديكوراتريس تجي باش تخير لي كولور. بصح لازم نبداو عندنا اكثر الحمد لله اكثر من 15 ولا 20 سباق رايحين يخدموا ما لازمش يكونوا بلا سلعه. شنو مشكل السلعه كاينه اختاش تحب السلعه البارح نحتاجوها البارح البارح نرجع شوية الله. الفريق ما زال يواصل خرجاته وهذه المرة سانديكو في الاستقبال وكعادته يلبي جميع طلبية الورشة بمواد الدهن. فطيبة قلوب سانديكو توجههم دائما إلى فعل الخير ومساعدة كل العائلات المحتاجة وبالتالي رفع جميع التحديات مع الفريق. السلام عليكم، أنا اسمي عصام محمد مصري عايش في الجزائر. نور كنا شغالين هو جنب الشنطي فسمعنا ان الجماعه دول بيساعدوا الناس الغلابه في الجزائر كده ساعدهم انا وابن عمي وقاعدين اهو وعايشين. صراحه ما شفتش احسن من ناس الجزائر في طيبتهم وحنيتهم ناس رجاله وناس يتعاشروا صراحة أكثر ناس يتأمنوا في أي شيء. انطلاق عملية وضع الخزف الأرضي في المنزل وفي الطابق الأول وهذه المرة من طرف أشقائنا من مصر وبداية رسم التحفة الفنية التي أرادوا إهداءها لعائلة خيثر. فلم يستغرق ذلك وقتا طويلا حتى أتمموا عملهم على أكمل وجه. فشكرا لكم ولإلياس على هذا العمل، فكيف لا وهو الذي قام بإحضاركم إلى هذا العمل الخيري. أنا اسمي أحمد عبد الفتاح، أنا كنت شغال أنا وابن عمي هنا جنب المشروع، فسمعنا إن الجماعة دول بيساعدوا الناس الغلابة فجينا اشتغلنا أنا وهو هنا، ومفيش أحسن والأكرم من ناس الجزائر. السلام عليكم. السلام عليكم. حافظ خويا العزيز وشراك الزين الغالي. منورين بك إن شاء الله. اسمع شير ميكانيسيان أنت؟ بيان سور. شوف النقا شوف. الله يبارك فيك. ما كاين لا زيت لا. نخدموا توش ولا حاجة. نقا خو. هو لازم. ماشي بيجوتي. نو. ميكانيك أنا خدمت. حافظ. خويا مرحبا بك. الله يسترك خويا العزاك درنا بها اكسيدو. مرحبا بك ابو تسلفي. خرجناها ومازال عندها مشاكل. يقولوها لك خويا مازال عندها مشاكل. هاك تعرف كي تخرج طوموبيل من ميكانيسيان ولا من الاكسيدو. نعم مرحبا بك قلت لك شحال تقرا مرحبا بك. الكرار تستعجل في اليد جيبهم ما شاء الله خويا والله عربي متهني ما كانش حتى مشكل. راح هبلناك شويه بالكرار تستعجل في اليد. لا لا خويا مرحبا بك في كل وقت. بالفورغون هذاك فورغون اس ان كامل جيبهم كرار تستعجل في اليد كامل على العين والراس. وصول طلبية البلاكو بلاتر إلى الورشة وذلك بعد وصول عدد معتبر من أهل الاختصاص وكل المتطوعين بيد واحدة يقومون بإنزال الصفائح الجبسية لتبدأ عملية تغطية السقف. فشكرا لكل المتطوعين الذين هم وراء هذا العمل الخيري. هذا هو الكوبير تاعك. السلام عليكم الزين الغالي. صباحو بافيت 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 صافا الزين بخير الحمد لله. هذه تاعك هذه دبر راسك بها. بيان سور ان شاء الله. كوبيلوت هذا لابرنتي جو لابرنتي لابرنتي ولا صنايعي؟ لا صنايعي عادي. صنايعي بلاكيس واحد اخر انت صحيح. علاش شوف انا ما نديروش حاجه مليحه اكو زوج صنايعي. انا السلاح الماتريال يجي عجبنا لي فيسوز صالح معناتها واش ديروا؟ نعطيك لابرنتي هو يدي لابرنتي وي كل واحد ياخذ شومبر بيان سو. لا لا احنا نورمالمون منا كملنا انا ما تزيد شومبر خلاص من يا بعد انا خارجين تلاقاو كاع الليل خرجوا كوزين يخلص ليطاج. الله 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 تحفه
دبر راسك خويا العزيز، دبر راسك. شحال راكم هنا؟ شحال كاين بلاكي؟ السلام عليكم. هذا بلاكي الصغير، هذا هو الارشيتكت. هذا ارشيتكت ولا بلاكي خبز؟ السلام عليكم. هذا واسمو هذا؟ هذا علاء الدين خويا العزيز. علمتو؟ بيان سور. يقول لك هذا وليد اختي. الله يبارك، الله يبارك. تقرا ما تقراش؟ بالك بالك ثم بالك ثم بالك. واش مسنا تقرا؟ لا ترى مزيان ولا مجي كتقرا؟ وقت تقرا مليح شويه. والله ما شاء الله تقرا مليح. من جيب تخرج ارشيتكت ان شاء الله. تخرج ارشيتكت ودبر راسك. السلام عليكم. واش راكم تاكلوا؟ صافا خويا لاباس. هذه هي الخدمه الواعره. هذه هاد البلاصه عطاوكم خدمه واعره. هذه يا بروموسيون يا بونيسيون، يا خطاوكم يا هذه. هذه لا بيس الشابه قاعد وراوكم ديكور. هذاك خوتي شغل دارك، خدمها شغل دارك. السلام عليكم. صباح خويا واش راك؟ لاباسك مليح؟ الحمد لله ربي يهنيك. سي يعقوب اهلا بك. مرحبا 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 مرحبا. راجل الزين. شوف النقا، شوف تخدم في الرخام انت. ايه والله صح. هاك الشهر تخدم في الرخام. ربي ان شاء الله. نعرف في الرخام عمر غبار. وحنا شوف النقا خويا العز. شوف النقا خويا العز. هذه يوميا بالك تسيق. يومي تسيق يومي لازم. تبارك. شحال عندك مخدم هنا يعقوب؟ عندنا نورمالمون 20 خدام. الله يبارك. ما قلتليش باللي هكذا كبير. الله يبارك خويا العز. انا كي جيتك تشفى نهار جيتك لشوروم بصح شوروم. قلت لك في هذيك راهي. احنا جينا شوروم شفنا شوروم صغير. فوالا بوكوس شباب كلي في البلاصه. بصح ما قلتش هكذا والله. ما قلت لك اي ماشين. الله يبارك. قصدتك اليوم لعائله اخرى. رانا في برقي في العاصمه وانت قلت لي باللي 48 ولايه عليك. قلت لك اي حاجه تحتاجها في المعرض الفرخان. ما شاء الله عليك. 48 ولايه اتصل بي. العيب العيب لما اتصلش بي. ما شاء الله عليك يا اخويا. انا اتصلت بك. عيب عليا لو ما اتصلش بي. هذه هضرناها. اذا اوقف معنا في هذه للاخر. شوف صديقي، هذه العائله درنا لها ريتشوسي بريمير ايطاج لانه المساحه صغيره وهما بزاف. دونك نضروك شويه في الدروج. ما ضرنيش. ونضروك شويه في ليساي. اي حاجه اللي شتي صغيره كبيره راني معاه. مني خاسر والو بربي ان شاء الله. نلقاوها ان شاء الله. شوف وما ينقص مال من صدقه. ان شاء الله يا ما تخسر والو. تربح تربح دنيا وتربح الاخر بربي ان شاء الله. يعقوب ليساي بوطاجيات اي حاجه اللي مارش كونتر مارش اي حاجه في المتعلقه بالمربط اني هنا. اعفس شويه على قلبك اني هنا. شكرا حبيبي. بداية وضع الصفائح الجبسية لتغطية السقف من طرف عمال بلاكو بلاطر، وذلك من أجل إعطاء حلة جديدة للمنزل. هذه اللي بتاعك نجيب. السلام عليكم. السلام عليكم. واش راكم يا جماعه؟ صافا راكم مليح؟ الشبيبه مصغر كاع وكاع الفاميليا لهنا واقيل. كاع الله يبارك خويا العزيز. الله يبارك الله يبارك. شوف نجيب عيط لنا قلت لنا بي في سي ولا الالومنيوم عليك. ما كاش مشكل. الله يسترك. شوف نجيب كانت دار فيها ريتشوسي برك. هما بزاف. غاشي. غاشي. دونك واش درنا حنا؟ درنا ريتشوسي بريمير ايطاج. معناتها شويه عفش على قلبك. شويه على قلبك. ما كاش مشكل. مرحبا بك والله. تواقي. بيبان تاع تواليت. ما كاش مشكل. نعطيك كاع الحساب ودبر راسك خويا العزيز. ما كاش مشكل. لي زوم خويا لي زوم لي زوم. واش راك صباح العزيز؟ يا خويا راك جبتها يا خويا. واش مازال؟ لا لا غير بشويه. قربت كمل. بصح طفيت يا حيت يا. الله غير عينه يا. بغيت لك كاش ديز اسكالي هذه وصحاب. نتصل البخاري جيت لهنايا تخدم ليل ونهار. نورمال. يا خويا ربي خلينا نشوفوا وجهك ناحي البوفيت. ما كاينش واحد اللي يسالوك الدراهم. ولا رد عليه ديالهم. ما بقالكش. ما بقاش ما بقالي غير هذه وصحاب. واش رايك خلاصت ان شاء الله؟ ان شاء الله. تكمل معنا بطريقه اخرى. الاخرى. ها؟ الاخرى ان شاء الله. الله يحفظك. بيزون. ان شاء الله. الناس الخير. صباح لاباس. خير ماكش داير بوفيت. عفان عليك. هاي هنا صح. ماكش داير بوفيت. عطيت لك بوفيت باش ديرها الخير. ما صدق نديرها صح. جينا نعاونوا الناس ما جيناش نمرضوا رواحتنا. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله صالح. لاباس الخير جات. الله غير الحمد لله. حناش. الله غير ما بقاش ان شاء الله. يدفل يد نكملوها. يسكنوا بالجمعه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا ربي. ليل ونهار ان شاء الله حتى الصباح ان شاء الله. يا خويا تبقاش ان شاء الله. ربي يقدرنا وربي يقدرهم كاع. كاع لي كيف وبارك الله فيك. الله يحفظكم خالتي.
السلام عليكم. واش راكم؟ صافا خويا العزيز بخير؟ اصبر عليا اصبر عليا اصبر عليا. هادي وسمع مريم شنيت هي اللي حاكمه لا ديكوراسيون، حاكمه العائله تخرج. هادي وسمع الطفله زني وسمع فاطمه يما وسمع فريده. صاحبي العزيز بعثني بلال. الله يبارك بلال. الله يبارك الله يذكره بالخير. ربي يبارك له في صحته في ماله في اهله. وقف معنا احسن وقوف في براقي في الغوازي. وقف معنا احسن وقوف لوجه الله. قال لك انايا سرا ما نهضرش واش قال واش عاون. وقالنا باللي عندي حانوت. ما قاليش عندي حانوت. راني شوف تخدموا القرور هنا. خاصنا نخدموا القرور. واه ما شاء الله عندنا هنايا وعندنا في العلمه وعندنا في عين فكرون. عين فكرون في ام البواقي. تبارك الله تبارك الله. يبارك. شوف خوتي هم زوج بنات. مرحبا بكم. الطفله ويماها. عمر قال لي بلال انا نتكفل به اللبسه تاعو هو يتكفل بها. والبنات شوف معاه شنيتي. مرحبا بكم اختي. خذي راحتك تفضلوا. شنيتي ماشي قالك تفضلي و ها كي تعرفي انت يا تلمي كلش. هلا فيها. بيبو ستار هو الآخر يريد المساهمة في هذه الملحمة وبطريقته الخاصة، وذلك بتقديم يد المساعدة لعائلة خيثر. فشكرا لك بلال على حسن النية وحب العمل الخيري. خرجت الفريق مع العائلة تتواصل، وهذه المرة أخذهم في نزهة. ورغم بساطتها إلى أنها تحمل في طياتها الكثير من الفرح والسرور، وهذا كله ما هو إلا دليل على أن هذه العائلة كانت تعيش في حرمان وحزن. فدعوات خالتي فريدة تنهال على الفريق إثر هذه الخرجة البسيطة والمتواضعة. وصول صفائح الرخام من طرف الأخ يعقوب من مدينة العلم، ومباشرة إنزالها من طرف كل المتطوعين لبداية وضعها على السلاليم في القريب العاجل. فشكرا لك الأخ يعقوب وشكرا لكل المتطوعين. السلام عليكم أستاذ. واش راكم؟ لاباس لاباس. واش راكم؟ مريم شنيتي. ديسكريميناسيون. مريم شنيتي هي اللي حاكمه كامل لو سوسيال في حصه ليد في ليد. واش راهي ندى؟ اش سوبورت بيان افيك لا ديفيكولتي ما شاء الله. ميون سادات الحمد لله. ماشي سهل انك تعمل في ظروف بيئيه ووبائيه باردون، وين الحالات كلها يعني خاصه في العنف وكذا كل شيء يتطلب مرافقه لصقه. لكن ما نقدروش في عمل عن قرب ولكن بكين ديستانس باش ما نغامروش بولاد الناس ولا بولادنا. استاذ عنار نذكر المشاهد انه لو ريزو ندى هو تحالف ل 150 جمعيه تاسس في 2004 اعتمد من طرف وزاره الداخليه، يعتمد على رؤية واستراتيجية. لحد الآن 22 مشروع اللي تم تنفيذه في الميدان، يهتم بالفئات الهشة من الطفولة خاصة المعنفة، سوء المعاملة، الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، الأطفال اللي راهم في التسول، الأطفال اللي راهم في العمل في السوق السوداء خاصة، المشاكل تاع الاعتداءات الجنسية على الأطفال إلى آخره من المسائل. يعني إذا كان طفل تعرض لأي أذى خطر غير قانونية، ما عليه يتصل ب 30-33 الخط الأخضر مجاني يعني. ويطيح والخدمات مجانية ويطيح في لو ريزو ندى، يطيح في اختصائي ويطيح في ان كونسيي وين يعطي له أذن صاغية ويرافقه. إذا 30-33 من الأزمة تاعو ونعطوا له الأمل هو والمحيط تاعو، خاصة العائلة الأم. لما تجيك أم خمس دراري معنفة من طرف الزوج وما تعرفش الإجراءات مع القضاء وما عندهاش وين تروح والأهل ما يقبلوهاش، وش من حال عندها إلا الشارع. إلا الشارع. هذه كيفاش تنقذها؟ تنقذ ولادها وتحطها في مأمن. وكثير حالات اللي رافقناهم حطيناهم خارج دائرة الخطر ثم رافقناهم. استعرار. نعم. أستاذنا الكريم اليوم جبنا لكم واحد البنت طلعوا لنا فيها. أكيد ما بلمزيدنا. هذا مكان. تهلاونا فيها وربي يقدركم بالقدر. المجهود نديروه ان شاء الله، والحل يجي منها ومن المحيط ومن الاليات اللي راه موجوده. ربي يقدركم ويقدرنا. مرحبا هكذا. شكرا.
وصول مواد الدهن من طرف سانديكو وفي الوقت المحدد حيث كانت عند وعدها، ومنتوجها دائما ما كان يعطينا الرونق الجمالي الذي كنا نرغب فيه في جميع تحدياتنا. السلام عليكم. السلام عزيز الغالي. مرحبا بك خويا. لاباس خويا؟ اشتراك لاباس ركا. خير. حسن سلك المحوم من أرض القفار، هبلناك شويه في التليفون ان شاء الله. ربي يعاونك ان شاء الله. نهبلك شويه يرحم باباك يا حسن ان شاء الله. عفس على قلبك. واش نقدروا ان شاء الله نديروا الخير نديروا ان شاء الله. الحمد لله ربي يقدرك وربي يسخر لك وربي ان شاء الله يخلف عليك ويا حوض. راح نديروا بيتون بريباري بيتون امبريم ان شاء الله. شايف في الارض خصنا شويه زياده رمل، شويه زياده غرافي، وشويه زياده سيمان المات 425 المات كامون دوسي. كيف شويه على قلبك؟ ما كاينش مشكل. مرحبا بكم. هادو ما مرحبا بكم عندنا هنا. راح نديروا بيطون ربي ان شاء الله باش نقدروا نعاونوكم. رانا هنا والله يا صاحبي. شوف جاي لهنا وقلت نحش مع حسن وخلاص ارمل الكرافيو البيع. لا لا يا اخي دوك نتوما راكم رايحين تخدموا ان شاء الله البيطون امبريمي هذا. احنا عندنا البيطون بريبار نقدروا مالاكسور مالاكسور نبعثكم الكلمه ديك اللي عندكم ان شاء الله. سمع عليكم حوايج بزاف كاع. تسمى ما كان له رمل والقرافي ولا ما كان له والو. نقصت لي مشكل كبير كبير كبير. مرحبا بكم. واش نقدر نعاونكم؟ نعاونكم. تبعت لي بيطون بريباري نورمال ربي ان شاء الله. هاي الهضره هاي الهضره خويا. شوف لك شحال ما تركب ونبعث ونعيط لك خويا. بارك الله فيك. اسمع وهادو ما كيفاش؟ هادو غدوه بربي ان شاء الله نرجلي فيها 140 بربي ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. ربي يقدر ربي يفتح عليك كيما فتحتها علينا ان شاء الله. ربي يبقي عليك ستر. ربي ان شاء الله يحفظك. ربي ان شاء الله يخلف عليك بالخير. ربي ان شاء الله يبارك لك في مالك وفي اهلك وفي صحتك وفي والدك. مواصلة الأعمال من طرف كل المتطوعين وبكل قوة في جميع أرجاء المنزل، فالكل حسب اختصاصه. فهم هؤلاء الأبطال هو إنهاء جميع الأعمال في أقرب وقت ومشاهدة بسمة عائلة خيثر. السلام عليكم يا جماعه. لاباس؟ من البعيد برك من البعيد. كورونا دايره حاله. بي اسمات بعثونا جروب حسناوي بالعباس لا ديريكسيون مير، قالوا لنا باللي ديستريبيوتور تاعنا في الجزائر انتوهم بي اسمات. ورانا في برقي رانا في برقي نعاونوا في هذه العائله الطيبه، العائله اللي محتاجه كل جزائري. اي بي جروب حسناوي دائما يعاونونا ويرافقونا منذ 6 سنوات بالمونوكوش تاع مونوكوش تاع الفاصاد. يعاونونا ثاني بالبيطون بريمي بالكامل الاحتياجات تاعو. وني نشوف عندكم المربر ثاني على حسناوي. يدير المربر يدير المربر الله يبارك. عنده مربر جرانيت الله يبارك. شوف شحال شباب خويا لازم تشوف. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. عندنا جاب لي ربي 200 متر تاع بيطون بريمي 200 متر كاري، وعندنا 350 واقيلا اذا ما كذبنيش ربي تاع مونوكوش فاصاد. سلعه واجده ما شاء الله خويا العزيز ما شاء الله. تبعتوها لنا ترونسبورتيني عليكم. الله 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 عليكم. هاي الهضره هاي الهضره خويا العزيز. سلعه وترونسبور بياسمات. تشكرون في الجنة تحشرون. ربي يعيشكم إن شاء الله. تحياتي الخلد. دخول عدد معتبر من الصباغين أو بالأحرى الفنانين لمباشرة أعمالهم، وذلك بعد وضع لوندوي على الجدران وكذا السقف. فهذه هي المراحل الأخيرة من هؤلاء الفنانين الذين يعطون المنزل حلة تسر الناظرين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سيدنا عم وشراكي باش خوالك عزيز. يا خويا انا بعثوا لي ميساج ما بايش كون بعث لي ميساج قال لك كيفاش ما تسحقوا بيبان راني يا ارواح افطر سيرفيس. هذا ما كان رانا في برقي نعاونوا في واحد العائله. يا خويا احنا نساهموا نساهموا باللي نقدروا والخير مليح. زيد عاوننا انت من جهتك ان شاء الله. عندنا 7 بيبان ان شاء الله بلي نقدروا. مرحبا اللي تقدر عليها. مرحبا بها. هذا ما كنحتاجوا غير البيبان سيرفيس نعطوهم لكم. ما كنحتاجوش 7 بيبان خويا. 7 بيبان نحيهم من راسي خويا. نحيهم لك من راسك. هاي الهضره.
وصول الأبواب الخاصة بجميع الغرف بالمنزل من الأخ الطيب سيد علي، موازاة مع وصول الأبواب ونوافذ الألمنيوم، ليقوم الكل بإنزالها والشروع في تركيبها مباشرة وبكل حيوية وإتقان. مالك الرجل العجيب. عسلامة خوتي. شوف أنا كي شفتكم خلاص الدار، كي شفتكم خلاص الدار. بون لا سوبرفيسي اللي عندنا هاي ليك ماهيش كبيرة، دار صغيرة ومينيونة. On a que 220 mètres carrés. Savotage تاعنا راهو واجد، خدامين كاينين. ناكتيفيو نسلكوها ونخلو الناس هادو يفرحوا وخلاص. باسكو توجور كي يجي مالك انا يطلع لي المورال. ميرسي. هكذا. عندي كلش صافوطاج. كلش كلش الماء عندي 24/24، المونوكوش ديسبونيبل، الخدامين ديسبونيبل، وانا ديسبونيبل معاكم. هكذا. تريسيتي 380 كاينه هنايا عند الجار. نبرونشيو من عند الجار يا اوكي. وصول شركة لوجيستيباد إلى مكان العمل يعد بمثابة إنهاء الأعمال، وذلك بعد وصول المواد الأولية من شركة حسناوي. فدهن الواجهة الخارجية للمنزل من طرفهم لم يستغرق وقتا طويلا، فشكرا لوجيستيباد وشكرا لشركة حسناوي على وقوفهم مع الفريق في جميع التحديات التي رفعناها. مرحبا بك مدام، لاباس انتم بخير؟ لاباس الحمد لله. الله يسلمكم. دونك حس ليد في اليد، سي لا دوزيام فوا نجول عندكم، سي با اون بروميير. عاونتونا ديجا في لوكا تاع حمادي، زدتوا بعثتوا لنا هذه الخضره، كثر خيركم باش تعاونونا لوكا تاع براقي. دونك واش نقدر نقول لكم؟ يعطيكم الصحه. يعطيكم الصحه انتم ديجا اللي راكم ديروها هكذا باش تسيبوا هاد الناس هادو اللي راهم دون البوزوا، وحنا اون في نوتر ميو باش تول مونت سرا كونتون ان شاء الله. الفريق بخطوات ثابته يقوم بالذهاب لاحضار الاثاث الذي يحتاجه المنزل من موبل بلوس، وبقياده سالمي التي تقوم باختيار كل ما يتناسب مع المنزل وبمراعاه ذوق العائله ايضا. صفوة موبل أيضا تقوم بمساعدة عائلة خيثر، وذلك بتوفير بعض الآثاث الذي كان ينقص المنزل، فشكرا لكل أبطال الجزائر المحبين للخير في المساهمة في هذه الملحمة. يا الهوند بولر، شبيه شعرك وشبيه؟ هذا والله. قول والله، وكي تنوض تنوض هكذاك مغوفل. نوض بشعري، أنا جاي شعري. تجي معنا نروحوا للشنطي واحد أخر؟ بيان سور. كاين واش تاكل؟ هذه لقطة مهمة. ماكلة بركة؟ ماشي مشكل. تجي؟ نديوه صالح. بيان سور. أكيد. شنو لازم فور مي راه معندي الماكلة؟ لا 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 كاين. كاين كاين ياكل ياكل. لا لا نروح على صالح، أنا برد الراس. ونلعبوا نلعبوا هون. نديروا ماتش بيناتنا. بيناتنا 5 5. إيه كيما نجيب لنا شي بلاصة وبرش. أعظم طوال. لا الفوطة تلعب شنو؟ نلعب. قول والله. كيما بيدك كيما رجلك. السلام عليكم. شكون مهدي؟ شكون مهدي؟ انت وزرق العين مهدي. السلام عليكم خويا. مهدي تلاقينا برا، ما نعرفو ما يعرفنا. هبط جا عندي قال لي نعيم كاش ما نهار طيح في عائله يحتاجوا الورد النوار لي بلونت حتى لي بو. قال لي مرحبا. انا كنت نخدم في هذاك النهار، كنت خدام في براقي وجيتكم على العائله تاع براقي. ربي ما يغلق باب حتى يحل 10. كنت متمني اونالي هكذا طريق صغيره كانت بين الجيران ان نرجعها جنة، بصح ما لقيت شكون يعاونني. ربي بعث لي هذا الطفل، اذا جاب لي ربي ما نعرفوش خير من ربي. نعم التربيه ونعم الاخلاق هي كل حاجه مع ربي. احنا ما عندنا التربيه، ماهوش الاب وحده ربي. اللي يحبوا ربي يسخروا يدير الخير. انا واش يخصني؟ يخصني لي بو كيما قلت لك. عندي اونالي طريق بين الجيران، والجيران نعمل الجيران وقفوا معنا احسن وقوف. حبيت انا نزيد نوقف معاهم وندير لهم حاجه شابه. وين عندك لي بو صديقي؟ ها روح شوف خويا. الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك. والله غير هذا هو، واش كنت تحوس؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا اخي اسمع مهدي، هادو ما كنت نحوس. هذيك لالي نرجعها بزاف الالوان. الله يبارك خويا العز، الله يبارك الله يبارك. هكذا اسمع. فضت الحكايه تبارك الله.
الأعمال متواصلة في الورشة، وهذه المرة حضور الخرسانة التي قدمها أحد رجال الخير وإرادته بالمساهمة في هذا التحدي، فبداية وضعها على الأرض بغرض تزيين المدخل الرئيسي للحي الذي تقطن فيه عائلة خيثر، فالكل يعمل بكل جدية رغم التعب الذي نال منهم في هذه الملحمة. فشكرا لكم يا ناس الغوازي على هذا التعاطف. السلام عليكم. شكرا لكم. شباب صباح الخير. صحبي العزيز، انا نحكمك على كلمتك. ها بياسر، ماشي مشكله. قلت لي كاش ما يخص باب تاع الدخله، راني هنا خويا. واش يخصك؟ عادل اليوم درت معاه وقال لي جوز الوقت ما يخصك. مرحبا بك، دبر راسك بيا اخويا. عندي باب لي بصح باب ماشي كيما الاخرين، اسمعني مليح. في برقي عندي باب 120 تحل البر. 120 تحل البر، ماشي مشكله. تحل البر لازم نجيبوها لك سير كوموند تنفتح للبر. مشكل هذا ما كان في الميترا، وانا الباب نحتاجها البارح ماشي اليوم، نحتاجها البارح. دونك ما نستناش في سير كوموند. دونك الميترا نحنا نبنوا لها من نوم. ماشي مشكل. وتفتح البرا دروات خويا، ماشي مشكل. لكن البرا دروات كاينه وليفيجن نبعثوها لك، ماشي مشكل. الخير خيرين، تشكروا في الجنة تحشر خويا. الله يسترك خويا العزيز، بارك الله فيك. وصول الأثاث إلى مكان العمل من طرف موبل بلوس وكذلك صفوة موبل، يقوم المتطوعين بإنزاله وبداية تركيبه من طرف أهل الاختصاص، فقوة التلاحم والتعاطف التي وجدناها في هذه المنطقة فريدة من نوعها، فتشكرون وفي الجنة تحشرون. السلام عليكم خاوتنا، واش راكم؟ كيف السلامه؟ صافا. ما عندهم ما عندهمش بافيت؟ والله ما عندهم بافيت. والله ما كاين بافيت خويا العزيز. الله في خاوتنا عندهم ثاني بافيت. بافيت في الشباب كاع، في الالفي، في في لوي فيتون. يا خويا يا خويا يا خويا، البس 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 البس. ليك الحاله ماشي مليح. البس الحاله تاع. واش راكم لي جن؟ بخير الحمد لله. انتم بخير؟ الحمد لله الحمد لله. خويا سلامه، مرحبا بك. الله يسلمكم. يعيشك يا بلال. قال لك روح عند حبابنا اللي هنايا. يا با بروبليم، كلش ماشي. يوسف حبيبنا مول الدار، هادو زوج صحابو، هذا الماسون اللي وقف معنا احسن وقوف. العزيز هذا بنانا من ريتشوسي من الصوصول وروح. العزيز صافي بليزير. وهذا يا اعز الاصدقاء، لو كتمنيت يكون عندي صديق كيما هو. ما شاء الله يا ابو، ما شاء الله. عنده عغر تشعتو عادي، ما فهمتش علاش. ها دونك باش ما نديروش يعني تفرقه بين كامل المتطوعين، خيرت هاد الثلاثه. داكور الناس كاع وقفت معنا احسن وقوف. مي هاد الزوج هادوما جاب لي ربي يستاهلوا اكثر من الاخرين. كي تلقى واحد يفتح الشونطي على 6 تاع الصباح ويغلقوا على الزوج تاع الليل، صافي بليزير يا اخو، ما عندك ما تقول. كي تلقى اعز الاصدقاء تاع الطفل هذايا واقفين معاه احسن وقوف، استاهل بليزير والله. ما عندهم لا نقا ولا جمال، هاد الناس يعرفوا الصدقه. الحمد لله لو بليزير تاعهم يديروا الخير. هذا ما كان هذه هي صديقي، تتهلا فيهم. بيان سور افيك بليزير كاع. لا طايفين الدنيا. شوف 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 خويا العزيز، شوف. الله 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 الله. اتهلا فيهم صديقي. ما كاش بروبليم. ايا لطفي. ايا يوسف ايا. وفي التفاتة رائعة من طرف الفريق ومن طرف أهل الخير أيضا، أردنا أن نكافئ بعض من أصدقاء يوسف وتقديم لهم مفاجأة نظير التعب الذي نال منهم في هذه الملحمة ونظير الجهد الذي قدموه. السلام عليكم حكيم. السلام وش راك خويا؟ السلام عليكم. مرحبا بكم. السلام، مرحبا بكم. حكيم واش راك؟ لاباس لاباس عمروس هذا حكيم. الله 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 الله. فيها قهوه وفيها قعده وفيها التاويله جماعه. شوف 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 خويا، شوف صاحبي العزيز، جبت لك شونطي. مرحبا بهم. شوف نحيتو الكاسكيطه تاعك. كاسكيطه شوف، والله واحد فيهم ممسق. دوك شوف نتحفوهم بيان كومي. ها تتحفهم شوف، ندير الكاسك ندير الكاسك ندير الكاسك ندير الكاسك. عوده عوده. الله الله. وهذاك اللي مليح. شوف
هذاك سمانة باش يخرج هوند بالور يا محينك الله يبارك ما يبانش هذي بامبوشي على بالك كاع شانطي خويا العزيز مرحبا بهم راكم ثلاثة رانا في ثلاثة راكم في ثلاثة إيه هكاك نكملوهم بربي إن شاء الله سويعة هكاك سويعة إيه الله 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 نجيبوهم بربي إن شاء الله نخدم له هذاك اللي من الآن نخدم له مولد هو يتحفك تكفيك طوموبيل أنا ليا طوموبيل بيبي هناك حكيمو الله يعطيك ما تتمنى هذه هي المكافأة وهذه هي المفاجأة التي أردناها لهؤلاء الأبطال بعد 23 يوما من العمل والسهر على إنجاح هذا التحدي فإصرار على إخراجهم بحلة جديدة ما هو إلا دليل على تأديتهم لعملهم على أكمل وجه وسهرهم ليلا ونهارا لإسعاد صديقهم وكل عائلة خيثر الرتوشات الأخيرة واللمسات الأخيرة بدأت توضع في داخل المنزل وهذه المرة البداية بتركيب كل شيء في مكانه ووضع الديكور من طرف مريم سلمي ومريم شنيتي وكل المتطوعين فالحماس والحيوية هو عنوان هذا اليوم المنشود وبهذه الرتوشات يكتسب المنزل حلة أقل ما يقال عنها رائعة فشكرا لكل من ساهم في هذه الملحمة من قريب أو من بعيد وشكرا لكل ناس الغواز ولكل أصدقاء يوسف وعائلة خيثر فريدة تمنيت لك غير الخير ان شاء الله وتمنيت لك انه هاد الحومه والجيران تواك اللي وقفوا معنا احسن وقوف الحومه هذه تولي جنة ان شاء الله بفضل الله ثم بفضل كم الناس اللي عاونونا وهاد الشباب ديالك يوسف اللي وقف معنا احسن وقوف حلوا عينيكم حلوا عينيكم هذه الطريقة تاعكم فريدة هذا كيف؟ يوسف انت اللي خدمتها لا انت اللي خدمتها فيكم انتم انت اللي خدمتها شفتها مي شفتها شفتها هذه كاع وهادو ما شفتهم هادو كاع ما شفتهم زعما خلينا لك مفاجاه يوسف ربي يحفظك خويا واش كاين لداخل ما شفتوهش واش كاين لداخل ربي اللي عالم به واش كاين لداخل من اجمل المنازل اللي درناها فاطمه هذه حومتك وهادو جيرانك وهنا تسكني بإذن الله هاي الروح هاي داركم أرواحي فاطمة أرواحي أرواحي قدمي فاطمة 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 أرواحي خليها عبد الرحمن خليها عبد الرحمن خليها 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 هادي يا دارك فاطمه شنو هاد الدموع شنو هاد الدموع تاع من الدموع هذا تاع الفرح جزائر
علاش كي تبكي؟ هكاك علاش كي تبكي؟ قولي لي بين البارح واليوم ماشي كيف كيف. شغل البارح برك كانت حجرة. خوك هذاك الشباب سفرة لنا، هو أول واحد ينوض آخر واحد يروح، بفضل الله ثم بفضله هو. إذا كان واحد سلمي عليه هو هيا روح يفتح. ربي يخليك على هذا تربية كبير، ربي يحفظكم كامل. ربي هو الرزاق سبحانه، الله يمهل ولا يهمل. قد ما تتصور قد ما تشوف باللي الحياة صعبة، لكن الله يمهل ولا يهمل. ما تعرف الخير منين يجيك، ما تعرف. والناس الغوازي كاع شاهدين عليكم غير الخير، الحمد لله. وقفوا معكم احسن وقوف، الشده في الله، الشده في ربي، ما لازمش الواحد يجهل. هذه داركم فاطمه، دموع الفرحه، هادو هما دموع الفرحه. ما نحبش الحزن يجي لهاد الدار خلاص. وانت يوسف ربي يهنيك. الله يسلمك. ربي يهنيك خويا العز. انت الناس ولا لي فريزون رجاله. الله يخليكم. بعد العسر يجي اليسر. فاطمه امين. ان شاء الله يحفظكم. ان شاء الله ان شاء الله خويا. يحفظ اصحاب الغوال، يحفظ قلبي. نعم نعمه من عند ربي. ان شاء الله ان شاء الله. تمنيت انه الفرحه تنكمل. تمنيت انه الفرحه تنكمل و كابيلا يكون معاكم. تمنيت الله. تمنيت انه كابيلا يكون معاكم، لكن القضيه ماهيش سهله. لكن ما خليناش ربي ما خلي ما خليناش وقلبنا معاه. فاطمه تعرفي طيبي؟ شوفي الكوزينه عندك، نوضي وشوفيها، نوضي وروحي شوفيها. هادي كوزينتنا. هادي كوزينتكم. خلاص نعرف نطيب.
فريدة هضري مع وليدك وليه وليدك كابيلا هضري معاه هضري معاه او يسمع فيك عبد السلام او يسمع فيك حافظ ربي شرح تخرج إن شاء الله صحة والعافية وتخرج شوك شمبرة هايلة حتى مخدموها لك ويحفظكم ربي إن شاء الله أدروا لك العبيد أدروا دار إن شاء الله تخرج يا وليدي صحة والعافية والله ماني ما حشاك إن شاء الله مخدموها لك والله يطلق لحوة إن شاء الله وتندي لك بيت إن شاء الله وزين ربي يهنيك من المشكله هذا هيا خلاص هاد الحزن هذا خلاص 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 اعطيني ضحكه شابه فوالا هذه الضحكه اللي نحبها نذكر ونعاود نذكر انه المساحه اللي كانت عندكم صغيره يوسف المساحه اللي كانت عندكم يوسف اعطيني ضحكه اخويا ليس اعطيني ضحكه مليحه خليني نشوف درست العقل المساحه اللي كانت عندكم صغيره 75 متر شحال يوسف 88 متر اذا العائله الله يبارك كبيره ما نقدروش نديروا كلش في ايطاج واحد الله يبارك عليكم قررنا ودرنا الثقه في الله وثقه في كامل الجزائريين والناس الغوازي انه نديروا ريتشوسي بروميير ايطاج وفقنا الله ودرنا ريتشوسي بروميير ايطاج وكل واحد درنا له بيت تاعو هيا نروحو نشوفو بروميير ايطاج عبد الرحمن يا اله هاد الرخام هذا جانا من العلمه من السطيف من العلمه ناس العلمه وقفوا احسن وقوف وناس السطيف وقفوا احسن وقوف هاد البيت تاع عبد الرحمن وليده وعمر وعمر بيت تاعكم انتوما زوج درنا رجال وحدهم ونساء وحده هاي هادية بيت تاع عبد الرحمن وبيت تاع عمر درنا زوج دراري وحدهم باش فاطمة تهلا في يمها يوسف درنا اختيار مليح عجباتك يما حتى الخير هو شر كان حجه ان شاء الله هكي عمرتينا حجه 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 اخرى الله يعطيكم حجه ان شاء الله امين ما كانش خير منها ان شاء الله وليدكم ما كانش خير منها ان شاء الله وعلي عبد الرحمن هكذا تمنيت لكم يا ربي يحفظكم الله يحفظكم الله يكثر من امين ان شاء الله مازال خير منها مازال خويا مازال خير قدام ان شاء الله هكذا تمنيت عبد الرحمن ونجي معاه هادو اللي هنا ان شاء الله نعطيهم حجه ان شاء الله عوازي كثر خير روحوا نشوفوا البيت تاع البنات روحوا نشوفوا البيت تاعك فريده تاع عبد الرحمن هادي تاع عبد الرحمن روحوا نشوفوا البيت تاعك بيتك راح نشوفه مزيان هاني نشوفه ويدينا عبدك خليها هذا خليها خليها تشوف هانيش هانيش هاني شوف هاني طفيت الضوء ها شوف شوف وهاد الالكتريسيتي كامل انسان طيب واسمه رياض تاع زومبيت جانا سيدي يعيش من بجايه من بجايه ودارنا هاد الاناقه وهاد الجمال ربي يخلف عليك الله يحفظك ربي ان شاء الله عبد الرحمن راني نشوف في وجهك منور الله يبارك راني نشوف هذيك الابتسامه وكان تقول لنا واش رايك خويا الحمد لله كذا مساك ان شاء الله امين ان شاء الله ايوا تولي تبات لهنا ان شاء الله تولي تبات لهنا ان شاء الله لا ما كانش يبات هنا ما كانش يبات لهنا دوكا نشبعوا منا
هاوي اش يخدم في الليل وانا اشبع من ماما بزاف بنوقة كبيرة عمر هادي بيتك هكذا تمنيتها احكي لي عمر نهار الاول قريب بكيتني قولي عمر رحيلي بكينا الطفل هذا فريده روح نشوفوا بيتك خلاص كيما نحب انا هاي نروح نشوفوا بيتك ها روحي فريده حلي الباب ودخل حلي صنبرتك هذه ماما قصدك فريده هذه ولا هذه واش انا اللي جات نرقد فيها هذه ولا هذه خيري برك خيري برك فريده روحي نرقد نمك عليها هذه بلاستيك هذه واحد من حيال فاطمه ماشي تاع فاطمه هذه لا لا خلاص قبيله قبيله هذا يوسف هذا ماشي قبيل يوسف حتى يوسف انا هاي هذه ولا يوسف شوفوا نتوما انت واش تخيري تخيري فاطمه ولا يوسف انت معايا فاطمه ها؟ هاي تقعد معايا فاطمة لا نخليك يوسف هنا خير. يوسف نهار واحد تاني منا يوسف وفاطمة وين ديروها؟ فاطمة حوزوها عندها دار ما عندهاش خلاص هذا واش كاين؟ هذا ما كان شحال هنا من الديار كاين زوج برك وتاع كابيرة تحتها هذا ما كان هذا واش كاين؟ اي معليش وبيتك وراه جاية هذه هي هاي ليك هذه هي؟ ايه ايما ديك ترقد هنايا وفاطمة وين؟ واش نديرو لها فاطمة؟ انتي وتربدي هاكي غير ضحكي خيري جاية خيري وين؟ هم قالوا لك تبدي معايا قالك تبدي معايا خيرتي يوسف بصح خيرتي يوسف ها شوفوا جا عمر وراه يرقد خيري بيني انا ويوسف يا خاي يرقد معايا وهي وانتي وتبدي تيا انا نخمك وتبدي نصدقوها لا لا سيدي تقعد معايا سيدي ويوسف وين ديرو صح انتي ريحي هذا اللي بنالي هاتوا له دار وين راهي مكان كش دار مكان تقعد في كابيله دار كابيله وكابيله كي يخرج بصحه ولا لا نقعدوا معاه في فيديو تقعدوا معاه اوكي مطرح واحد مطرح واحد يا سيدي ثاني تبقى نخمم بكا خمي خمي ودلقينا الحل هو اللي بنالي ولد قملي ودوك في الحل كيفاه ها شوي مسكين هو اللي دقملي وبنالي ودقملي وجاب صحابها وبناله وقال يدعي لهم ان شاء الله وهاني دعيت لكم معاه كيف كيف اوكي مطرح واحد وخاتين وين يرقدوا هانا حبينا نزوجوه واش نديروا؟ ها؟ حبينا نزوجوه ايه كون نزوجوه نزوجوه نديروا عروسه فرتات وين راح يديرها؟ معايا عطيني الشمبرة هذه تقعد معايا نخرجكم منها ويديها هو هاد الشمبرة يدي هذه واش عليه؟ ولا داري تاع تاع شكون؟ تاع هاد الحاجه اللي كنت نقول فيها انايا رابط هادي تاع خالتي حاجه وين كنتو قاعدين يا اروحي فريده اروحي فريده ايوا يوسف انت وياها حلو ادخلوا ديرك ادخل انت حلو كيفاش تحس هاي بسم الله هاي يا رحمه كم نادي تاعك هادي تاع من هذه يما تاعك لي من هذه هذه تاع يوسف هذه تاع يوسف اللي قلنا بلي ما كاينش صومبرا ان شاء الله
لا حفظ ما لهش مبرات وشي باش يعرس ابنها اللي مش راه يتزوج وتبعوا راسها في الدار تكون معايا وقايمه ما عندوش يخصو دوكا واش راح يخص شومبرا كوشي كاين البيت عنده ها شوف يشوف يدعي لهم ان شاء الله يعطيهم حجه ان شاء الله الله ينورك معايا ايه باش شاب صافي هادي بيتي هادي بيت يوسف قلت لي قلت لي ولي دارك نعطيها لك ما قلتلكش داري نعطيها لك ان شاء الله هو كان ناوي مسكين نحوس يبني هاري ها قال لي صبري صبري صبرت له صبرت له حتى ها وبني لي ما قلت له بني هاري ونروح بالخف ما والو قلت له خليه يخدموا هذا عقلي كثر خير الناس هذو اللي ما كثر خير الناس هذو كثر خيركم ان شاء الله وتكون حجه ان شاء الله ان شاء الله ولادكم يروحوا للباك ان شاء الله نروحوا نشكر كامل الناس اللي عاونونا بيان سور كاين بزاف ناس عاونونا راهم يستناو فينا حبينا نروحوا نشكرهم بيان سور واحد بواحد اه نشجعهم باش يواصلوا هذا العمل النبيل هاي انا يحفظكم ربي ان شاء الله نبداو بهاد الجماعه قلنا نشكروا الناس اللي عاونتنا نبداو بهاد الجماعه هذه هي ليكيب ليد فليد ليكيب ليد فليد العائلة هذه فاطمة هذه خالتي فريدة عمر عبد الرحمن ويوسف يخص واحد كابيلا اللي راهو في السجن ربي يطلق سراحه هذه مع مريم شنيتي هما اللي داروا لكم كامل الديكور هذا ان شاء الله نعطيهم حجة يماهم عندك حق وبنتها ترى هذه بنت هذه اروحي منها خاي غلطت تقراو تربح هذيك وهذه تربح ان شاء الله بنتها راهي في الدار ايه في الدار ان شاء الله تربح ان شاء الله تربح اه الله يحفظكم ربي هذا حمزه وهذا والد وهذه اسمتي وهذا نجيب وهذا محمد يحفظكم ربي ان شاء الله يعطيكم الحجه ان شاء الله كان خيركم حنا ربي يخلف عليكم الله يعطيكم ما تمنوا ان شاء الله ان شاء الله ربي يحفظك الحاج من فضلك وجد لنا زوج كلمات واحده لهنايا وواحده برا والله شوف المواقف هذه قلت لكم يعجز اللسان عن التعبير فرحة تغلب تسبق الكلمات وأكبر فرحة كي يشوفكم فرحانين أكبر فرحة دائما كي يشوفكم فرحانين الحمد لله ربي سخر الناس هذوما ورب العالمين كتب لكم هذه الأمور ماشي نعيم ولا ليكيب تاع اليد في اليد ولا رب العالمين قدر الأمور قدر هذه وكتب لكم أنه نعيم يجي يزوركم ويقبل أنه يعود لكم الدار ويخدم لكم الدار هذه مكاتب الله عز وجل وربي هو الرزاق وماشي رزاق برك ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين رزاق وذو القوه المتين وكتبها لكم رب العالمين وان شاء الله تسكنوا بصحه ولهنا وان شاء الله البنات يكبروا والاولاد يكبروا ان شاء الله ويزيدوا يديروا الخير ثاني الناس واحد اخرين ثاني ان شاء الله امين ان شاء الله عمر ويهضر عليك قال لك كي تكبر لازم دير الخير في جميع واحد تشوفه هذا هو وين لقيت تحط البصمه تاعك بس حط البصمه تاعك ومشي وخلاص هذه هي هذو كامل حطوا البصمه تاعهم فهمتي خويا عزيز وانت حط البصمه تاعك وين شاف الخير حط البصمه وروح ومشي هذه هي ربي يبارك فيك هذو حطوا البصمه تاعهم كاين ناس بزاف برا حطوا بصمات تاعهم ماذا بيا ان نروحوا نشكروه صحيح هكذا هاي هاي يا جماعه حبينا قبل ما نروحوا لهنا نجوا لهنا قبل نجوا عند هاد الناس طيبين عند هاد الجيران نعمل جيران هاد الناس اللي وقفوا معنا احسن وقوف نبدا نسميهم لك واحد بواحد حليم خوه خالتي ناديه الله الله عمو خالو عبد الوهاب هادو ما نخليهم لكم امانه نعمل جيران وقفوا معنا كي هما كي نساهم كي بناتهم احسن وقوف يوسف اروح تشوف دقيقه اخويا العز انا ما نحبش نروح منا ونخلي مشاكل صرات شويه عياط بينك وبين حليم هو اللي كبير هو اللي كبير وانت الصغير تروح تبوس اخويا وتقول له اسمح لي هادوما عبد الوهاب نخليهم لكم امانه ما تخاف عليهم يا
كانت مغامرة وانت وقفت أحسن وقف. كي انت كي عائلتك كي ولادك وكلناكم وكلناكم ما مطرب وكلنا ملي كي تشوف هذه الفرحة. ما ينسوش الخير برك سمك ربي يهنيهم إن شاء الله هذا ما كان وإن شاء الله ربي يوفقهم إن شاء الله ونهدلنا الواجب لاني نبقى. درت الواجب وكثر من الواجب فتحت لنا دارك فتحت لنا بابك فتحت لنا قلبك فتحت لنا يديك فتحت لنا جيبك الله يسلمك بارك الله فيكم الله يسلمك بارك الله فيكم في مالكم في أهلكم في صحتكم سيرتو آمين آمين مبروك عليكم مبروك عليكم يوسف هاملك احبابك هاملك صحابك هاملك فاميلتك هاملك جيرانك هاملك الناس اللي ما تعرفهمش وجاو وقفوا معك احسن وقوف اذا عندك شي ما تقولهم عم يسمعوا فيك السلام عليكم ليجان ليكيب يعطيكم الصحه نشكر حاجه الاولى نشكر جيراني رحمتي وحسيت اليد في اليد وبارك الله فيكم وشده في الله 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 الشده في الله والعاطي ربي والله يمهل ولا يهمل عبد الرحمن واش تقول لهم صاحبي العزيز نشكرهم جيراني ونشكر اليد في اليد ربي يحفظكم والله يبعث لنا هذا الوباء الوباء عمر نشكر جيراني ولاد حومتي بزاف بزاف و قالت لي بهذه الكلمات البسيطة تاع عمر تاع عبد الرحمن تاع يوسف في بعض الأحيان يعجز اللسان عن التعبير في بعض الأحيان نكونوا لداخل حابين نقولوا بزاف عفايس لكن صعيب أن نتخرجها ناخذ عظمة لسان كل واحد فيهم يوسف عبد الرحمن وعمر ونشكركم أنا من جهتي كل من ساهم كل من حط يده كل من عاون كل من جاء في الخير الحاجة اللي دهشتني هنا في الغوازي وفي برقي أنه هذا الإنسان الطيب يوسف عنده صحابه ما شاء الله عنده أصدقاء ما شاء الله وقفوا معه أحسن وقوف بقلاوة ولا لطفي ولا مول شابو هدايا الكحلة ولا مولود الله يذكره بالخير راك شديت زوج بلايص هاد الناس هادوما اللي وقفوا من نهار الأول إلى نهار الأخراني انت تاني ما نسيتك شاك اكل تحتها كش ما تسحق في الارضاني هنا تبارك الله عليكم الحاج كي تشوف هاد الشباب لمهم الخير ما لمهمش الرياء كي تشوف هاد الشباب اللي جو كل ربوع الوطن هادو اللي حاضرين واللي غايبين كي تشوف هاد الشباب لمتهم حاجة واحدة الخير وإسعاد هاد العائلة أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يشكر الناس لا يشكر الله من لا يشكر الناس لا يشكر الله احنا بدورنا دور فرقة لكل كيب تاع اليد في اليد أشكر كل هؤلاء الناس صغيرهم وكبيرهم كل واحد يساهم ولو بالدعاء ولو بكلمة طيبة ولو أي شيء فنحن نشكرهم من لا يشكر الناس لا يشكر الله لو سألت أحد أدنانا كان نسقسيه نقول له وش جابك يقول لك الخير يقول لك الخير احنا جمعنا ربي في هنا في الخير كل الطرق يا أخوان كل الطرق مراقب السرعة تاعها مراقبة
كل الطرق السرعه تاعها مراقبه، يا 80 يا 120 الى غير الى طريق الخير. ربي قال وسارعوا الى مغفره من ربكم، وسارعوا وسارعوا وافعلوا الخير. ربي قال وافعلوا الخير، والا جمعنا هنا جمعنا الخير. اول شيء انا نشكركم كامل، صغير وكبير، ذكر وانثى، لكل من ساهم في اسعاد هذه العائله هذه، وحنا جمعنا الخير، وان شاء الله دائما 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 ربي يوفقنا ويقدرنا ان نتلقى في الخير. الامر الثاني يا اخواننا، في الدنيا هذه كل واحد يحط البصمه تاعو، حط البصمه تاعك ومشي، حط البصمه تاعك ومشي، لعلها تلك البصمه تكون لك نجات يوم القيامه. والله ما تدري وش من حسنات دخلك الجنه، قسما بالله ما تدري وش الحسنات دخلك الجنه، وما احوجنا لهذه الحسنات يوم القيامه لا دينار ولا درهم، وانما هي الحسنات. يوم يفر المرء من ابيه من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه، كل واحد عنده شان تاعه، يقول لك نفسي نفسي، وانما هذه الحسنات لا تحوس عليهم. والله الحسنات هذه يوم القيامه تشهد عليك وتشهد على كل واحد ساهم في هذا، في اسعاد هذا الناس، والناس للناس، والخير مازال في الناس، الخير الناس للناس والخير مازال في الناس. هذا الامر الثاني اللي احببت ان اذكره. الامر الثالث، الامر الثالث اللي هو لا يقل باهميه من مكان، اللي هو رب العالمين مدح ناس في القران الكريم، قال الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، وش هو الأجر تاعهم؟ لهم أجرهم عند ربهم، هذا الوعد الأول. والوعد الثاني ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم أجرهم عند ربهم. أجرك والله محفوظ عند ربي، والله محفوظ عند ربي، سواء أنفقت ليلا سرا أو علانية، وسواء أنفقت ليلا أو نهارا، ومحفوظ عند الله جل وعلا. شرط واحد اللي هو أخلص نية لله جل وعلا. إذا كانت نيتك خالصة لوجه الله عز وجل، أنفق سرا وعلانية وليلا ونهارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومية أو بئر روما، نضع عثمان بن عفان، قال أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله. قال من يشتري بئر روما ولو الجنة، قال أنا يا رسول الله. يقولوا لي هذا عثمان بن عفان تستحي منه الملائكة، دير الخير سرا وعلانية واخلص النية لله جل وعلا، اخلص نية لله جل وعلا، دير الخير سر ليلا او نهارا واخلص نية لله جل وعلا، فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انا واش نحوسوا؟ لا، واش يحوس انسان؟ الاجر عند الله جل وعلا، جمعنا الخير وجمعنا الاجر عند الله جل وعلا، كما جمعنا هذا في هذا المكان. ان شاء الله يكون مكان مبارك. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا في جنات عرضها السماوات والأرض، أن يجمعنا في جنات عرضها السماوات والأرض. أسأل الله عز وجل يرفع عنا البلاء والوباء، ويعصمنا من الوباء والوباء، من الربا والوباء، ويعصمنا من الزلازل والمحن، ويرفع عنا هذا البلاء، ونولوا أفضل وأفضل وأفضل. أنا أقول لكم جزاكم الله كل خير، جزاكم الله كل خير، وأقول في على لسانهم أحسن الله إليكم، وربي يجعلها في ميزان حسناتكم يوم القيامة، وربي يبارك لكم في أموالكم وأولادكم وصحتكم وأهاليكم، وإن شاء الله نتلقوا في ساعة خير ونتلقوا في مكان خير. ودائما دائما دائما دير الخير، دير الخير ودير الخير. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أنا حبيت نشكر هذا الرجل الطيب، هذا الإنسان الطيب، أعطونا تصفيق عليه. صح، هذا الإنسان الطيب عمي عليه هو نعم الجيران ونعم الناس اللي عرفتهم هنا في الشونطي، كي هو كي ولاده، كي حكيم الله يذكره بالخير، كيما زهر الدين، كيما طارق عثمان وفيصل. عمي علي تبارك الله عليك، وشكرا على هاد التربيه اللي مديتها لولادك، تبارك الله. وراهم المانوفريه، مانوفريه وراكم، مانوفريه مانوفريه مانوفريه، الله الله تبارك الله عليكم، تبارك الله. وراهم لي بلاكيست، يوسف ورا بلاكيست، تبارك الله عليك يوسف، الله يوسف ورا خوك طاهر، تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. وراهم لي بلومبي مولود وجماعته، وراهم الماصوين، وراهم الماصوين غوازي كاع مصوين، الله يبقي يستر.
وراهم السباغين سنايبر راهو هنا يا خويا سنايبر السباغين ما نقولكمش السباغين نقولكم فنانين الله يبقي عليك ستر الله يبقي عليكم ستر هادوما ناس برقي وهادوما ناس الغوازي وهادوما الجزائريين محبين الخير اللي حبيت نوريهم وهاد الشهامه وهاد الشجاعه وهاد المثابره اللي حبيت نوريها طارق انت تاني سبا خويا الله يبارك خويا العزيز اعطونا تصفيقه على العشرة صالح الجيران سمير وخوه تبارك الله عليكم سمير وخوته تبارك الله عليك لاتاي خويا عمره ما بخلنا بلاتاي هذه هي الامبيونس اللي حبيت نوريها منا من الغوازي اللي كانت في القمه كنتوا في القمه يا ناس الغوازي تبارك الله عليكم نتوما اذا راكو عايشين في مثل هذه الحاله بعثونا عنوان الحصه راهو هنايا ان شاء الله ربي يقدرنا ويسخر ناس باش نتعاونوا في الخير نتوما اصحاب مهن دي ماسون كيما احبابنا لي ماسون لي كارلور لي بلاكيست لي بلومبيي لي زيليكتريسيان لي سباغين هاد الناس راهم محتاجينكم احنا رانا محتاجينكم وشنو هي يومين ثلاث ايام ولا اربع ايام في الحياه هاديه راح تشفاك يوم القيامه انتم